الصغر يا ابو البود. يلا ان شاء الله بتربح. تعبت. هاي بودي كيوك. هاي مارك، كيفك صديقي؟ وين الغيبه؟ سوري مان، ما في طول كتير، عايزك بشغله مستعجله. ايه خير، شو في؟ بدي استشيرك بشغله يا مان. شغله شو؟ عنا بالفاكولتي كل سنه بنعمل نشاط مسابقه للطلاب. هديك السنه كانت مباراه بالرقص. بالرقص؟ وربحت انت؟ لا يا ريت. لا ما انت بدلك ترقص، والله عليك ما بتهدى مان. اي نو، بس ما بعرف شو صلي، بس صرت على البيست جمت فرد جمده. لكن لازم تضلك على البيست. والسنه اللي قبلها كان في مباراه بالشطرنج. ربحت انت؟ لا، بس شطرنج بدها راس يا مان. ايه، وهالسنه شو عاملين؟ ما هذا اللي جاي استشيرك فيه. السنه حابين تكون متوحشه اكثر، عاملين مباراه بوكس. بوكس؟ ايه مان، شو رايك؟ والله فكره. وقد ايه صاروا مقدمين؟ ولا واحد. ها؟ قول ايه، ما حدا بحب ياكل قتل. مشان هيك عم بستشيرك، بكره اخر مهله وبعد ما حدا تقدم، شو برايك نعمل بدل مباراه البوكس؟ والله يا مايك ما بعرف، بعد بتلحقوا تحضروا لشي تاني؟ شو بعرفني، بعد عنا مهله جمعه. شت، يا ريت زبطت مباراه البوكس، كانت رح تكون كتير سلبه. مان، الجايزه الاولى 5000 دولار. دي. جاي. 5000 دولار يا مان. وقلت لي بعد ما حدا قدم يا مان؟ ما حدا استرجى. وقلت لي بكره اخر مهله. وقلنا مضطرين نلغي المسابقه كلها. ليك مايك، قد ايه المينيموم؟ ما فهمت. قد ايه مينيموم لازم يكون في مشتركين تما تلغوا المباراه؟ اربع مشتركين مينيموم. ليك ما بتعرف، يمكن من هلا لبكره حدا يتحمس ويشترك. بس نو واي، من هلا لبكره يشتركوا اربعه، واقل من اربعه ما بتزبط. ليك مايك، جاوبني بصراحه، انت عبالك ما تلتغي هالمباراه؟ يا ريت، لانه تعبانين علي ومحضرينها منيح وجايبين سبونسر كمان. خلص اترك علي، انا من هلا لبكره بكون مدبر لك اربع مشتركين. كيف؟ شو بدك انت؟ مش جاي تستشيرني؟ خلص اتركها على ابو البود. ليك بس ارجع ذكرني، اللي بيربح شو بيطلع له من السبونسر؟ 5000 دولار. دولار ينطع الدولار. والله يا مايك الله بعتك. بس سوري مان، هلا صار لازم امشي. بيكون الله بعتك من هون. رايح بلغهم الهابي نيوز، جاي فوكس، جاي البوكس.